مكملين معكم مشاهدينا، وصلنا لفقرتنا اللي رح نحكي فيها اليوم عن علم كتير مهم، هو علم الفونغ شوي أو علم طاقة المكان. كثير من الأشخاص بيحسوا بالراحة والرضا لما بتكون المساحة الخاصة فيهم مرتبة ومنظمة، لكن كل ركن بالمنزل له طاقة معينة حسب يمكن استغلال هي المساحة بشيء مهم أو بتنظيمها وترتيبها. اليوم رح نحكي عن طاقة المكان، قديش مهم تنظيم المكان، قديش بيأثر على طاقتنا، قديش في فرق بينه وبين الفوضى من ضمن المكان سواء بالمنزل أو يمكن بالعمل أو بالمكتب. رح نحكي أكثر اليوم عن هذا الموضوع مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، مدربة التنمية البشرية وخبيرة الطاقة الحيوية رجاء بيروتي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباحكم خير. يسعد صباحك ست رجاء وأهلا وسهلا بحضرتك. اليوم عم نحكي عن، خلينا نقول، محور موجود بحياة كل حدا فينا، إن كان بالبيت إن كان بمكتبه بكان بغرفته الخاصة. كل حدا له مود خاص فيه، يعني بيرتاح فيه، ولكن وقت نقول مهارات إنسان مرتبطة بالتنظيم، كيف حتكون هي العلاقة؟ اليوم هل التنظيم عدم الفوضى بحياتنا بزيد مهاراتنا؟ أكيد. هلأ نحن بتختلف عن الطاقة من مكان لمكان. لما تكوني أنت عم نحكي عن طاقة المنزل تختلف عن طاقة مكان العمل، تختلف عن مكان مشافي، مكان أفراح، مكان أحزان، مكان حدائق، فالطاقة تختلف من مكان لآخر. فنحن لازم نكون مرتبين ومنظمين هذا المكان اللي نحن بدنا نعيش فيه. وأهم الأماكن اللي نحن منعيش فيها هو المنزل، هو بداية كل إنسان هي الأسرة، لأنه الأسرة هي نواة هي المجتمع. فإذا كان نواة المجتمع هو راكز وضابط وضمن المنزل تبعه، فمعناته هو حيطلع على شغله منظم أكثر، حيروح على درسه منظم أكثر، فحيكون بالمجتمع فعال أكثر من إذا كان عايش بمكان كله فوضى أو كله فيكون عكوسات اجتماعية عنده بحياته. فنحن بنعتمد كثير على أنه يكون المنزل هو المكان المنظم ومرتب، بعدين بيجي مكان العمل. لما يكون مكان العمل هو منظم ومرتب، فمعناته نحن كثير ناس حنكون ناجحين بالعمل اللي نحن عم نقوم فيه. تمام. ودائما بنشوف يمكن النصيحة الأولى هي رتب غرفتك، حتى للأطفال، مع أنه ما بنقدر لهم يعني بهي الشغلة. رتبهم نحن آخر شيء. رتب غرفتك لحتى تقدر تدرس، لحتى تقدر. خلينا نحكي شوي عن الأطفال، إذا بدنا نقول كيف، شو هي النصائح أكثر لهم، أو كيف بدنا نعلمهم الترتيب والتنظيم، وقديش له تأثير عليهم اليوم الترتيب؟ نحن قلنا أول شيء المنزل. فالمنزل مؤلف من الأب والأم، الأطفال أو اليافعين أو المراهقين أو الشباب. فكل منزل على حسب الناس اللي قاطنين فيه، اللي ساكنين فيه. فنحن بداية تعليم ترتيب المكان نبدأ من الطفولة. بعد الثلاث سنين أنت ما عاد فيك تسيطري عليه، هو كل شيء تعليم لطفلك. المهارات هي قبل الثلاث سنين. في ناس بتستغرب أنه لا ما لا بيستوعب وبيفهم، هي ببلا شيء أنت عم ترسلي له شغلات، انت عم بتعوديه، انت عم بتدربيه عليها، فهو بيكون اكثر جذبا للشيء اللي انت بدك اياه. فانت وقت اللي عم تنظميه لهذا الطفل، فهو حيخلق منظم. اكيد كل طفل له طبعه، كل طفل له الخاصيه تبعه حسب وضعه الصحي او الاجتماعي هذا الطفل. فنحن بنعرف كيف نبلش نوجهه، منوجهه من خلال المنزل. هلا نحن رح نقول مو كلنا عايشين ببيوت شقه، او ممكن نحن عايشين بغرفه، او ممكن نحن عايشين ببيت عربي أو ساكنين بشقة. فنحن حسب كل المكان اللي نحن ساكنينه، ممكن نحن العيلة عايشة بأوضة، فنحن كل شيء اسمه كراكيب فوضى نحن ما بدنا اياه نستغني، بدل ما نركنه وانه ممكن بعد 10 سنين نستفاده، لا. انت اذا بدك شيء جديد، هي نصيحه للجميع، انا بدي شيء جديد فانا بتخلص من القديم. فانت وقت اللي بتتخلصي من القديم بصير عندك استجرار للجديد. بس انا خليه بعد 10 سنين ممكن استعمله، لانه بعد 10 سنين انت ما بقى تستعمليه، لانه انت نفسيا وجسديا تغيرتي. فكل شيء عندك فوق الخزانات، تحت التخوتة، بقلب الصوفيات، كل شيء انت تقدري تستغني عنه، كل ما بتشوفه العين بعيد عن عيني، يمكن كل ما كان أريح. عندك في ناس بصريين، في ناس سمعيين، فكل ما كان عندك انت مساحة العين، مساحة البصر، عندك اخف اغراض، بيكون عندك مجال للحركة اكثر كجسدي، ونفس الوقت عندك هدوء نفسي. فأنا لكون كتير هادي نفسي، فلازم أنا أتخلص من كل شيء أنا ما بدي. فأنا رح أقول لك شغلة، هي هيك بالعطاء تأخذون.
أو صدقات. فأنا رفيقتي ممكن أعطيها إياه، ممكن جارتي، ممكن قرايبتي، ممكن حدا. فأنا كل شيء عندي ممكن أنا أعطيه لحدا بيجيني غيره، لأنه بالعطاء تأخذون. وقت اللي أنت بتعطي بترجعي بتاخدي. بتاخدي من وين؟ من الكون. بيجيكي انت شيء خارجي ما بتعرفي شلون. انت اذا اعطيتي كنزه ممكن يجيكي كنزه وجاكيت. هي هيك، هذا هي قوانين كونيه. فنحن كثير ناس انه ايه والله زبطت معي، في ناس ما زبطت معي. انت اسمح لهذه الطاقه انه تتجدد بحياتك، ما توقف شيء معين. انت لما اعطيتي لا تستني شيء انك تاخذيه، مع الايام مع الوقت بتصير عندك شيء اسمه استجرار، استجرار طاقه جديده. بس طول ما انا محافظه على الركن القديم عندي، فانا حضل بالاركان القديمه. فانا مشان تجددي طاقتك، تجددي حيويتك، فانت لازم على طول تغيري الاشياء القديمه باشياء جديده. في ناس كثير اليوم، والناس اللي عم شوفنا اليوم بتعرف انه هي بتحب الاحتفاظ بالقصص القديمه، بنقول عنها كراكيب وبالفعل هي مزعجه. انا حدا بصري، يعني اذا بشوف اكثر من غرض على نفس الهي بتضايق، يعني بحس انه انا ماني مرتاحه بالقعده. طيب اليوم قدامهم تغيير النفسيه من خلال تغيير ديكور المنزل، يمكن تغيير الكنبايه من مكان لمكان يعمل شيء جديد بالصالون، يعني تغيير لون، تغيير اي شيء. يعني هلا انا عندي اكتئاب، وانا اموري كلها يا معكره، ومزاجي معكر، واموري ما عم تزبط. فانا نصيحه لكلياتنا نفس خلينا نقول نفس الوضع، مثلا ابني، بنتي، زوجي، انا، حياتنا شوي فيها خربطه. فانا نصيحه للجميع، انا ما عم قلها امي كل يوم. هلا انا اذا بتغيري كرسي من قرنيته، او مثلا كنباية، او بتغيري شيء، لما تفوتي بتحسي في شيء غير. لما انت تغير شيء عندك بالمكان، بطاقة المكان، انت عم تسمحي لاستجرار الطاقة الجديدة انسيابها عندك بالبيت. فانا بفضل انه على طول نحن كل فترة وفترة نغير. انه نغير. هلا نحن على شغلة الكراكيب، بس ملاحظة، في شغلات مثل ما تفضلتي قلتي عليها، انه شيء عزيز علي، انا في غرض عزيز علي، غرضين ممكن انا كيسه وضبه، بس مو يكون عندي 10 جواكيت 12 كنزة أنا هدولي. لا، في شيء عزيز علي ممكن أنا ضبه لأنه بحبه، بيربطني بأشخاص بذكرى كثير حلوة. أنا نصيحة لكل العالم، كل شيء بيربطك بذكرى سيئة تخلصي منه، ما تخليه. ما تقولي أنا لبسته على مناسبة كذا وكانت مناسبة ما مليحة. فأنا بنصح إنه نتخلص منه، ما نحط نحتفظ فيه نهائيا، ممكن نحتفظ بالذكريات الجميلة. حتى في أشخاص مثل ما أنك عم تحكي أنه التخلص من، في شغلات ما لهم شغل فيها، أو يمكن ما يكون لا إلى ذكرى ولا إلى أي معنى، بس مجرد أنه كركبة بس نحن ما بدنا نستغني عنها، منحب نخليها لها. ممكن تكون قطع كراكيب ما إلى أي قيمة أو إلي، بس مجرد تجميع، قديش هي بتعكس طاقة سلبية. أنا بنصحهم هدول الأشخاص أنه أنت وقت اللي بدك يفوت شيء جديد بحياتك وببيتك وبمجالك، تخلص من القديم يأتيك الجديد. كل شيء بتتخلصي منه قديم بيجيك جديد. نجربها. فنحن ما نتقيد كثير، لأنه الإنسان عنده شيء اسمه التعلق. فأنا ما بدي ضل متعلقة بالأشياء القديمة. طول ما أنت متعلقة بالأشياء القديمة ما بيجيك الجديدة. فأنا بفسح مجال للشيء الجديد. ونفس الوقت أنت بتكوني كسبتي ثواب، وكسبتي أنه أنت حدا بردان، حدا ما عنده شيء. واليوم الجمعيات ممكن تواخديها على جمعيات. صحيح. ممكن أنا عندي صديقة غسلها، نظفها، حطها بكيس، أقدم لها إياها هدية، أنه أنا حبيت لك إياها. طبعا أعطيها إياها بطريقة لبقة. لبقة أكيد. اليوم طيب، اليوم حضرتك كونه عم نحكي بالتنمية البشرية، ونحن بنعرف أنه بكل مكان في طاقة نحن قادرين على تحريرها بشكل السلبي والشكل الإيجابي. اليوم خلينا نبعد عن مكان العمل، كونه المنزل هو أكثر ساعاتنا نقضي بداخل بيتنا، كيف نحن قادرين نغير الطاقة داخل البيت؟ في شغلات كثير، إن كل شيء مكسر، كل شيء بيربطنا بعلاقات بذكرى غير جيدة نتخلص منها، هي بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية نحافظ على النظافة، مو كل يوم إنه نقوم ننظف، لا، بس أضعف الإيمان إنه نحافظ على نظافة هذا المكان. هلأ اللي بعد ما نظفنا نحن المنزل وتخلصنا من المكسر والمشعور، يعني مراية مشعورة كتير غلط تخليها، ساعة واقفة كتير غلط تخليها، تقفي عند زمان معين.
انا كل ساعات بيتي واقفه لاني بكره صوت الساعه. مشان هيك نحن لا ما منا نضل واقفين عند زمن معين. المراية المكسورة تاخذنا لأبعاد أخرى في أبعاد البعد الآخر، فنحن ما بدنا نفوت بأشياء نحن ما بدنا إياها. فنحن كل شيء مشعور مكسور، فنجان قهوة، كاسة، هذا ذكرته حلوة، لا تخلصي منه لأنه خلص هو هذا بيلزمني بعدين، خلص أنا حأتخلص من هدول الأشياء. تخلصت من المكسور والمشعور، تخلصت من الساعات الواقفة. شوكيات ممنوعة بالبيت، نبات شوكي كثير بيحطوا الصبار بيقولوا قال انه طاقة حلوة بيعطي طاقة. طاقتك انا ما بنصح فيه الصبار، هو يعيش موجود فيها انا فعلا. مشان هيك بتلاقي كثير عنا قصص ببيوتنا. الصبار بيعيش بالصحراء منو للبيوت، انت بدك مكان ازدهار، في عندك نباتات معينه تعطيك عطريات هي لمكان الازدهار. خلينا نمشي ترتيب، اول شيء نحن نظفنا البيت، ثاني شيء تخلصنا نحن من كل شيء اسمه كراكيب ما بدنا اياهم او مكسر، ساعات الوقفه، ساعات الوقفه، ثلاث ساعات اليوم بدي اتخلص مشان حافظ انا على اصدقائي كمان، ما بهديهم ساعه، ما بهديهم ورود باقه ورد، اهديهم نبته، نبتة وردة بتضل عايشة؟ بتضل عايشة لأنه لا. الورود الباقة الورد تقطع علاقات، الساعات تقطع علاقات ود ومحبة بين الأصدقاء، هي أكثر الهدايا المتداولة، هي كثير غلط، مشان هيك عم بتشوفي أنه كان منيح ليش تغير، ما أنت هديتي هي الشغلة فصار قطع العلاقات. هلا نحن مشان ما هو موضوع كثير حلو وواسع، فنحن حنروح أنه نظفنا البيت، تخلصنا من كل شيء ما بدنا إياه، فنحن هلا شو اللي بدنا نعمله؟ نفوت نحن زرايع نبتة تكون إلى عطور، نبتة تجلب السعادة. النباتات من غير النباتات نحن عنا الألوان، نلعب على الألوان. طبعا غرفة النوم لونها غير غرفة القعدة، غرفة القعدة غير غرفة اللي أنا بحب هيك. اللي بدنا ناكل فيها شو ممكن، ممكن حافظ كمان نفوت عنا نحن شيء اسمه كريستال على البيت، لو قطعة صغيرة أحجار كريمة كمان بس مو أنا الحجر الكريم ورتانته من 6 لـ 6 لأنه بتختزن على مشاعر سلبية كتير. فنحن أنا بجيب شيء جديد على طول، أنا بنصح كل التجديد. الأشخاص هو التجديد، التجديد ما نحن نروح على أنه نحن ستي مريضة ماتت كذا، جيت أنا لبستني هاي القطعة أنا ما بقى أشلحها خلاص، فأنت بيصير عندك مشاعر سلبية كتير قوية. هي في إلى طرق كيف نحن ننظفها لهي، بس بدها مختصين فيها. فنحن على طول على الجديد، على طول الإضاءة تكون منيحة. هلأ نحن ما عم نقدر بالوضع الراهن اللي فيه، فقدر المستطاع انه نقدر نشتغل. الشموع كتير منيحة بالبيت كمان، الروائح العطرية رائعة جدا. في هلا انا ما معي مصاري، وهذا الحكي اللي عم تحكيه المدربه انه كثير، لا في شغلات كثير بسيطه وبتعمل شغلات كثير رائعه جدا. اكيد نحن بحاجه لهي كثيرين الالوان، الالوان نلعب على الالوان، الالوان كتير فعلا بالبيت. كتير بتعطي طاقة. يعني انا مو معقول غرفه الاطفال حطها مثل غرفه صفره الاكل. تمام. طب ذكرتي من شوي النظافة، خلينا نحكي الفرق بين النظافة والترتيب. فعلا في بيوت بتكون كتير نظيفة لكن هي ما أنا مرتبة، يمكن المساحات الصغيرة هي السبب. لا هلا انا بتروحي حدا عايش بغرفه بيته كثير مرتب اكثر من المساحات، ما دخل المساحه ما عنده اغراض كثير، ما في شيء اسمه ترتيب المكان. انت لما تحطي كل شغله بمكانها وكل فتره وفتره بتعرفي وين تحطيها، هذا اسمه ديكور. انت كيف عم لانه بياثر عليك، جيتي من شغلك، اجى ابنك من درسه، زوجك من مكانه، فانت المكان اللي انت قاعده فيه بياثر عليك انه هو لما يكون منظم وبيعطيك هدوء نفسي وقت اللي لو كبير وفي اشياء كثير كبيره بتحسي بالقلق والتوتر الداخلي. فكل ما كان عندنا شيء بسيط كل ما بيكون هو بيجذبك اكثر. هي المساحه الصغيره بس بلا كراكيب يمكن افضل، بتحسي انه انت مرتاحه. خلينا هيك سريعا اليوم شو اهم الالوان اللي المفروض تكون موجوده بالبيت، وشو الالوان المفروض احنا نبتعد عنها؟ يعني هلا انا اذا ما بقدر كثير نوع، انا بكفي انه مثلا غطا او تكايات. فالأكثر الألوان إنه نروح على الألوان الترابية. نعم. مشان لأنه بالبيت موجود أشخاص هن أبراجهم مثلا ترابيين، ناريين، مائيين، هوائيين، ناري شو بده، فكل واحد بده. فنحن مشان نعمل توازن للعائلة كلياتها بنروح على الألوان الترابية. اللون الترابي يعمل توازن بالعائلة. بس أنا بدي مثلا ابني عم
يدرس بدي اياه يتنشط ممكن احط له الالوان الحمراء، انا ابني ما بياكل مريض ممكن اروح على الالوان الاورنج، بس اكثر غرف الاطفال يمكن غرفة لون الزهر هلا احنا بيقولوا هدول يكونوا كثير على طول فاتح ولون طفيف هادي كثير يكون، ما نروح على الالوان القويه. نعم. هلا مثلا انا ما بصير، انا كثير بروح حدا بيشتغل على ديكور المنزل كثير بروح لعند اشخاص حاطين غرف النوم احمر او اسود، هدول ممنوعين تماما، هدول طاقه ما بيصير يكونوا بغرف النوم لانه بتعمل قلق وتوتر، لهم اماكن ثانيه. هذا العلم بحر كثير حلو وبتمنى بحاجه لحلقات واضاءات كثير كبيره عن جد، كثير في مواضيع كل شيء في الأحجار، الألوان، الشموع، العطور، النباتات إلى هي الزاوية من زوايا ركن علم الطاقة والتنمية البشرية. التنمية البشرية نشتغل على تنمية الأشخاص، والطاقة نشتغل على تنمية الأشخاص والأماكن اللي احنا عايشين فيها. نخصص بكل وقفاتنا بصباحاتنا غير هيك دائما احنا بنحكي بموضوع التنمية البشرية، وهذا الموضوع جدا مهم إن شاء الله هيك بنحكي بشيء تاني محور آخر بصباحات أخرى. شكرا كثير لحضورك لليوم، وهيك يومك حلو طاقة إيجابية كلها. استمتعت بوجودكم، استمتعت بقنواتكم، قنواتكم أنا بقول عن كل القنوات السورية مثل على كل القنوات السورية، يعطيكم العافية وشكرا لكم. وانت يعطيك ألف عافية وشكرا على هي الطاقة الحلوة اللي أعطيتينا إياها وأيضا المعلومات. شكرا لحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك.